بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هرد على سؤال دايما بسأله، إيه الفرق ما بين النانو كاد وبين الأوتوكاد؟ طبعا أنا لما نزلت النانو كاد أنا حسيت إن أنا بشتغل في الأوتوكاد نفس الاختصارات، طريقة الأوامر، طريقة الريبون زي ما هي، لكن في اختلافات. أول حاجة أنا عندي النانو كاد فيه منه نسخة مجانية اللي هي 5. لو جينا شفناها مع بعض هنا، لان انا نزلتها في الاول اهي، لو نقطه له نيو دوكمنت فتح لي اللي هي النسخه المجانيه. تمام، النسخه المجانيه مفيش هنا فيها ريبون، هنا بينزل لي بس الادوات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لكن النسخه الجديده اللي هي 23، لانه كانت 23 تقريبا هي شبيهه بالاوتوكاد، يعني فيها معظم امر الاوتوكاد مع الاختصارات بتاعتها مع طريقه الرسم نفسها موجوده. ده عندي الاوتوكاد زي ما احنا شايفين كده، وده النانوكاد. اول حاجة هتكلم عنها تحميل البرنامج. انا عندي نسخة 23 نسخة ترايل لمدة 3 شهور، يعني انا بنزله ولمدة 3 شهور ما بدفعش فلوس، بتبقى تجريبي. تمام، عندي بقى في الاوتوكاد الميزة اللي فيه ان في نسخة مجانية اللي هي الستودنت، هي بتقعد النسخة المجانية سنة واحنا بنعمل لها ابديت، ممكن تبتدي لحد نهاية الدراسة. يعني اللي عنده كارنيه في جامعة مثلا هندسة 5 سنين، ممكن ال5 سنين وممكن تحميل النسخة الجديدة او الاصدارات الجديدة من الاوتوكاد، فدي ميزة من مزايا الاوتوكاد. طيب بالنسبة بقى للاشتراك في برنامج نانو كاد وبرنامج الاوتوكاد ازاي؟ انا فتحت دلوقتي صفحة التحميل او صفحة nanocad.com، وفتحت اللي هي اوتوديسك اوتوكاد 2024 النسخة الاخرانية، طيب اللي هي الاصدار الاخير. انا عندي النانو كاد زي ما شايفين الاشتراك بتاعه سنة واحدة ب $249، في حاجة اسمها نتورك بتبقى زيادة $319، 3 سنين ب $747، نفس الكلام نتورك 957. طب لو جينا بقى هنا للاوتوكاد هنلاقي السعر اعلى بكتير، سنة واحدة او لمستخدم واحد بندفع $1820، $1820. لو 3 سنين اهو 3 years بتبقى $5460. طيب ده الفرق ما بينهم، فرق كبير جدا ما بين الاشتراك بفلوس في النانوكاد والاشتراك بفلوس في الاوتوكاد. هنرجع تاني لبرنامج الاوتوكاد وبرنامج النانوكاد ونشوف الفرق ما بينهم. هنيجي بقى نشوف الفرق ما بين النانوكاد والاوتوكاد لما بنيجي نفتح ملف. انا عندي الاوتوكاد اول حاجة هتبان لي ان هنا الشريط الادوات اللي موجود اللي هو الفايل والايديت والفيو وانسرت، اللي هو شريط الادوات الرئيسي ده مش موجود عندي في النانوكاد، يبقى في نسخة النانوكاد مش موجود عندي الشريط ده. تمام، يبقى دي اول حاجة. عندي تاني حاجة في هنا الريبون، الريبون هنا ممكن ان انا في زرار هنا اهو لو انا دوست عليه كده بيغير لي شكل الريبون، وممكن ان هو يشيلها خالص اهو بالشكل ده، بيوسع لي الشاشه، ممكن ان انا ارجعها تاني. طيب الريبون هنا ده المفتاح بتاعها، ممكن ان انا اقفلها او افتحها. طيب لو انا دوست عليها كده هنا بيرجع لي لشكل النانوكاد 5 اللي هو بس ان هو حاطط لي التولز بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده الشكل القديم اللي هو للاوتوكاد. تمام، ارجعها تاني بدوس عليها بالشكل ده كده. بعد كده عندي الكوماند، زي ما احنا شايفين الكوماند ممكن انا اهي هنا بحركها في اي مكان، نفس الكلام هنا ممكن، يعني هنا الكوماند محطوطه تحت، ممكن ان انا اشيلها كده واحطها برده في اي مكان انا عايزاه. في هنا كاستمايزيشن، ودي فيها اوامر اهي، لو انا بدوست على اي امر منهم جنبه كده وبعمل له صح بيظهر لي تحت في الشريط اللي تحت. بالنسبه بقى للنانوكاد مش موجود عندي امر الكاستمايزيشن ده اللي فيه الاوامر اللي احنا بنضيفها تحت. عندي هنا في الشريط اللي فوق في ستارت زي ما احنا شايفين، وفي دروينج. انا ممكن اضيف اي فايل عن طريق الزائد ده، لو انا عايزه اعمل نيو دروينج ممكن انا اضيفه عن طريق الزائد اللي عندي هنا. الخاصيه دي مش موجوده عندي في النانوكاد، نانوكاد مش موجوده الخاصيه دي، وده برده ما كانش موجود في الاوتوكاد القديم لكن موجود في الاصدارات الاخيره. دي الفروقات اللي انا ظهرت عندي ما بين برنامج الاوتوكاد وما بين برنامج النانوكاد، لكن في
شرح الاوامر، انا شايفه ان شرح الاوامر لحد دلوقتي اللي بشرحها لكم انها متشابهه مع بعضها، حتى متشابهه في اختصارات الاوامر. طبعا لو في اي حاجه جديده هتظهر عندي في الفروقات ما بين البرنامجين انا ان شاء الله هشرحها لكم من ضمن الدروس بتاعه النانوكاد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.